اهلا بيكم معانا من الفاصل. واحنا الحقيقه دلوقتي هنتكلم عن مرض السكر. للاسف السكر كتير جدا، ناس كتير قوي بقى عندهم مشكله السكر، وابحاث كتير جدا بتدور حوالين ازاي نعالج المرض ده، ايه احتياجاتهم بالظبط. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم في حاجه متخصصه جدا. معانا الاستاذ الدكتور هشام الحفناوي، العميد السابق للمعهد القومي للسكر، رئيس اللجنه القوميه للسكر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ومعانا الدكتور كيرولوس مجدي، مدير تسويق بشركة إيفا فارما للأدوية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إحنا محتاجين الحقيقة نفهم أكتر عن مرض السكر ومضاعفاته ومشاكله. هي مرض السكر منتشر جدا. مصر دلوقتي نمرة 8 على العالم في عدد المصابين بالسكر، فيها تقريبا 9 مليون مصاب بالسكر، وفي قدهم تقريبا في مرحلة ما قبل السكر. ودي برضو احنا مش بنخاف من السكر. هو السكر يعني ايه؟ ارتفاع نسبة السكر في الدم. مش بنخاف من السكر، بنخاف من مضاعفات السكر، تأثير على العين والكلى والأعصاب والشرايين والقلب. علشان كده بيهمنا جدا ان احنا نظبط السكر من ساعة اكتشافه عشان نبعد عن هذه المضاعفات. نعمل اكتشاف مبكر للمضاعفات ديت علشان خاطر نقدر نسيطر عليها، يقدر الواحد يعيش بصورة طبيعية جدا. لأن متوقع في 2045 نبقى نمرة 7 على العالم في عدد المصابين بالسكر، في تقريبا قرب 17 مليون. ودي حاجة لازم ده رقم كبير جدا. رقم كبير جدا، بس جداً. الحقيقة إن شاء الله مش هنوصل لكده، علشان المجهودات اللي بتتعمل من الدولة زي 100 مليون صحة، بنعمل اكتشاف مبكر للسكر، سيطرة على مضاعفات السكر، علشان نقدر نسيطر على المرض. إن شاء الله إن شاء الله هنخرج من العشر دول الأوائل في عدد المصابين بالسكر. وبنعمل المجهودات والمبادرات الرئاسية اللي موجودة علشان الاكتشاف المبكر لمضاعفات السكر والسيطرة على مرض السكر، وتقديم العلاج دايما بالمجان لمريض السكر. دكتور كيرولوس، ايه دور إيفا فارما لمساعدة مرضى السكر؟ الحقيقة الأول بس حابب أن أشكر حضرتك وقناة النهار على الدعوة الكريمة وعلى الاستضافة الكريمة. أهلا بيك. إحنا كشركة إيفا فارما شركة مصرية، شركة وطنية، هدفنا في الأول والأخير هو المريض المصري. شركة ليها رسالة احنا كلنا بنشتغل بيها، أكتر من 3500 موظف بتحركنا الرسالة بتاعتنا. رسالتنا هي أن تكون الصحة العامة تكون حق مكتسب لكل مريض مصري. من حق كل مريض مصري أن هو يكون بيتمتع بصحة جيدة كحق من حقوق زي الماء والهواء كده، ما يسعاش وما يجريش وراها، هي تبقى حق مكتسب لي. بنشتغل على رسالة عن طريق ثلاث محاور أساسية. أول محور هو المرضى، المريض المصري. بنهتم جدا جدا إن احنا نكون بنزود الوعي عند المريض المصري. الحقيقة واحد من المرضى المصريين اللي هو مريض السكر، جزء كبير جدا مهم في علاجه هو التثقيف الطبي بمرض السكر ومضاعفاته. فمهم جدا احنا نكون بنهتم بزيادة الوعي عند المرضى عموما، طبعا مرضى السكر، عن طريق حملات توعيه، عن طريق قوافل طبيه بتلف في مصر كلها. يمكن كان لينا الشرف احنا تعاوننا مع المعهد القومي للسكر ومع دكتور هشام في حملات قبل كده وفي قوافل طبيه قبل كده. المحور الثاني هو بقى الاطباء والصيادله، بنقدم ليهم دايما برامج تعليم مستمر عشان نطور من الاداء الطبي في مصر ونرفع من الكفاءه الطبيه في مصر، بحيث ان يكون المريض المصري بيستقبل خدمه على اعلى مستوى من اطباء وصيادله على اعلى مستوى. طبعا المحور الثالث هو الادويه، احنا بنقدم ادويه في كل المجالات الطبيه المختلفه. يمكن لو بنتكلم في السكر فاحنا عندنا بنقدم كل الادويه المتاحه لمرضى السكر، من اول انسولين وكل ادويه السكر، وكمان الادويه اللي بتعالج مضاعفات السكر. مش بس كده، انما كمان بنقدم الادويه دي بجوده عالميه، خلتنا النهارده نكون موجودين في اسواق اوروبيه واسواق عالميه، وكمان بسعر يقدر المريض ان هو يتحمله. ده شيء عظيم جدا. دكتور هشام، احنا محتاجين نتكلم عن نتائج الدراسه اللي اتعملت في معهد السكر، حضرتك اتكلمنا عنها. الحقيقه دي الدراسه اجريت ليه؟ علشان خاطر التهاب الاعصاب الطرفيه من المضاعفات المقلقه جدا اللي فعلا بتسبب بتدربك حياه مريض السكر. ونسبة إصابة التهاب الأعصاب الطرفية للمرضى المصريين أكتر حتى من المرضى في العالم كله. ب50% تقريبا من مرضى السكر يعاني من التهاب الأعصاب الطرفية، من أول شكشكة وتنميل وحرقان، وبعد كده مش حاسس برجله، لا قدر الله تعمل فيها قرحة، تعمل قدم سكري، تعمل لا قدر الله بتر،
لو عرفنا ان 70% من حالات البتر ممكن تلافيها لو بس شخصنا وعالجنا صح، هنعرف أهمية التهاب الأعصاب الطرفية. كانت المشكلة ان الأدوية اللي بتقدم لالتهاب الأعصاب الطرفية قليلة، فعشان كده كنا في الحقيقة فخورين جدا ان شركة مصرية وطنية تعمل دراسة وتصرف على دراسة، مش بس ان احنا بنقدم دواء للمريض، لا دي فيها مركز أبحاث بالاشتراك مع المعهد القومي للسكر وهو أكبر معهد في الشرق الأوسط لعلاج مرضى السكر، نعمل الدراسة ديت. ولازم بتبقى الدراسة دايما بنبتدي دراسة مبدئية على عدد من المرضى قليل، فتعملت الدراسة دي على تقريبا 60 مريض مصاب بالسكر وفي التهاب الأعصاب الطرفية، ونشوف الأدوية ديت. كان قبل كده بيبقى يا إما بندي حقن أو بندي الأقراص العادية. طيب ايه الجرعات اللي تجيب نتيجه فعلا لمريض السكر بحيث نقدر نشيل المشكله ديت المقلقه لحياته اللي بتخليه ما يعرفش يعيش حياته بصوره طبيعيه؟ فتحطت التركيزات العاليه من فيتامين بي. هو ليه فيتامين بي مهم لالتهاب الاعصاب الطرفيه؟ ما ده انا كنت عايز اساله دلوقتي. يعني فيتامين بي ليه علاقه مباشره طبعا للاعصاب وبمرضى السكر، صح كده؟ بالذات لمرضى السكر، عشان مرضى السكر بيبقى عندهم التهاب في الاعصاب الطرفيه، بيبقى عندهم الدم مش واصل كفايه في الاطراف علشان يقدر يغذي الاعصاب كويس، زائد ان بعض الادويه زي الميتفورمين اللي بتتاخد بتخلي امتصاص الفيتامين بي قليل، بتخلي الواحد لازم ياخد فيتامين بي علشان التهاب الاعصاب الطرفيه. دي معلومه مهمه جدا نركز فيها، يعني كتير طبعا بياخدوا الاقراص، ومعلومه دي انها بتقلل من امتصاص فيتامين بي كومبلكس، ده مش كل الناس تعرف. فكان بنلجأ دايما للحقن. الحقن ليها مشاكل تانية كتيرة علشان خاطر مكان الحقن. طبعا مريض السكر بيبقى عرضة للالتهابات، فلما بياخد حقن بتبقى، والحقن بتاعت فيتامين بي الحقيقة بتبقى مؤلمة شوية، فالمريض ما بيلتزمش بيها لأنها بتبقى مؤلمة. وزائد دلوقتي بسبب الكورونا صعب ان يلاقي حتة ياخد فيها الحقن، حتى صيدليات دلوقتي بترضاش تدي الحقن. طب هنعمل ايه؟ فيتامين بي اللي كان موجود قبل كده اللي هي الملجة العادية من شركة إيفا، لا كان التركيز بتاعه ما بيساعدناش قوي في عمل نتائج مؤثرة في التهاب الأعصاب الطرفية. فتحطت التركيز العالي، وبالذات فيتامين بي بتاعه مش معروف قوي، فبالتالي لما خدنا الدراسة ديت واتعملت عشان نشوف امتصاص فيتامين بي لما يتاخد أقراص هيبقى قد إيه، هل فعلا تركيزه في الدم عالي ولا لا. وعلى فكرة الدراسات دي غالية جدا عشان نقيس فيتامين بي 1 في الدم، غالي جدا طبعا. فكون إن شركة مصرية هي اللي تدعم، ده شيء عظيم بصراحة، حاجة بنفخر بها، لأن إحنا زي ما بنقول زي ما إحنا عاوزين نملك غذائنا إحنا عاوزين نملك دوائنا طبعا. فلما نملك دوائنا وبالعكس نبتدي نساهم أكتر في الدراسات، مش بس نعتمد على الدراسات الخارجية، لا ده احنا بنعمل دراسات ونبقى بايونير قبل العالم ما يبتدي يعملوها، بنعملها في مصر هنا، واحنا قد ده كمصريين بصراحة، قدها جدا، ده احسن دكاترة بره مصر على فكرة. ولما نوصل كمان بنعمل ابحاث 70 بره، هتبقى ممتازة. فبنقدر فعلا بنبقى الواحد فخور ان بيعمل دراسة زي ديت، ونشوف فعلا التركيز لما تاخد فيتامين بي بتركيز عالي هل فعلا تركيزه في الدم بقى عالي ولا لا، هل بعد فتره المرضى حسوا ان هم اتحسنوا ولا لا، هل فعلا ابتدوا يعيشوا، لا ده احنا اتحسننا ده احنا احسن. الدراسه الحقيقه كانت النتيجه مبشره جدا ان لا ده التركيز بتاعه في الدم عالي، يعني امتصاصه كويس جدا، المرضى حسوا انه في فرق، ان هم اللي بياخدوه ده ابتدوا يحسوا بتحسن. وزي ما بقول ده بيبقى مؤلمة جدا التهاب الأعصاب الطرفية، ده أنا ممكن طبعا أخده بقى مع مرضى السكر علشان أبتدي أمنع إن الحاجات دي تحصل، أمنع التهاب الأعصاب الطرفية، ولو حتى ابتدى يحصل أقلل الأعراض بتاعته، أخلي الدم يوصل بصورة أفضل. الأعصاب بتبقى مهترئة جدا، مفيش حاجة بتقدر توصلها عشان تحسن وظيفتها، لا فيتامين بي 1 وفيتامين بي 12 بيوصلوا لغاية داخل الأعصاب، يبتدي يحسن أدائه، يبتدي العصب الواحد يحس انه يرتاح فعلا. الدراسة فعلا اثبتت ان فيتامين بي لما بيتاخد بالجرعات الجديدة اللي هي الادفانس، لا قدم لنا نتائج مبشرة جدا ان احنا ماشيين خدنا خطوة كبيرة جدا لخدمة مريض السكر علشان يقدر يعيش حياته بصورة طبيعية. بعد ما كان ما بينامش بالليل من الالم والشكشكة والحرقان، مش مستحمل هدومه تلمس جسمه، لا ده ابتدى يحس ان في تحسن، مش حال بقى لما هياخده على فترة طويلة مش هيلجأ للحقن. هو كان لما بنقول الحقنة تاخدها يوم بعد يوم او كل 3 ايام، عمر المريض ما كان بيمشي عليها، كان بياخد مرة وعشرة لا طبعا، لان الحقن برضو حاجة تضايق. وده اللي انا حابة اساله دلوقتي الدكتور كيرولوس، ايه الفرق ما بين الحبوب
والحقن، وايه اللي ترشحه دلوقتي؟ هو يمكن زي ما حضرتك قلتي ملجا مستحضر معروف في السوق المصري بقاله اكتر من 13 سنه، بيستفيد منه شريحه كبيره جدا من مرضى التهاب الاعصاب، مش بس مرضى السكر انما اللي بيعانوا من التهاب الاعصاب حتى لو باسباب غير مرض السكر. الناس اللي بتاخد حقن بالمركب هي شريحه كبيره من المجتمع، ويمكن دكتور هشام يوافقني ان العقليه المصريه بتفضل وبتحب اكتر الحقن، وده اللي رجعنا لاول نقطه محتاجين نزود الوعي عند المرضى بشكل عام ومرضى السكر، ان استخدام الحقن بشكل كتير وبشكل خاطئ ده في الاخر يؤدي الى مشاكل، مش هيؤدي الى منفعه، اكيد الريسك بيبقى اعلى. ده اكيد. يمكن احنا فكرنا بقى في طرح مستحضر ملجا ادفانس بالظبط من اكتر من سنه ونص، وقت الكورونا، بدايه الكورونا، بدايه الحظر، قاعدين في البيت. دايما بقول ان الكورونا يعني ما قبل الكورونا شيء وما بعد الكورونا شيء اخر يعني، والكورونا علمتنا كتير قوي يعني. الحاجه كانت ملحه جدا جدا على ان يكون في بديل لحقن بالمركب لان هي بتستخدم بشكل كبير، والنهارده بقوا من الصيادله اللي كانوا بيضربوا الحقن طبعا منعوا خالص ضرب الحقن جوه الصيدليات، بقى في مشكله ازاي المريض يقدر ياخد الحقنه اللي كان بياخدها بشكل اسبوعي. طيب هو ملجا ادفانس هو ملجا ولا يعني هو طبعا في فرق، بس انا اقصد احنا اشتغلنا على تركيبه متطوره. تمام. وزودنا التركيز بتاع ماده البنفوتيامين اللي هي السر وراء الملجا او ملجا ادفانس، علينا التركيز من 40 ملي جرام ل 300 ملي جرام، تقريبا يعني سبع اضعاف يعني اللي هو كان نفس التكوين ولكن الجرعه اعلى. تركيزات اعلى كتير تركيز من الملجا. البنفوتيامين هنا بقى 300 ملي جرام سبع اضعاف، ده خلينا طبعا حسب الدراسات اللي كانت منشوره يعني ان ده يكون بديل للحقن. قدرنا نكون بنتاكد من ان فعلا ملجا ادفانس بدل الحقن لما اجرينا الدراسه في معهد السكر، وقارنا بقى بين ملجا ادفانس بالتركيبه المتطوره بالشكل الجديد مقارنه بحقن به المركب، وكانت النتائج زي ما شرح دكتور هشام كانت مبشره جدا، ان الملجا ادفانس كانت فعاليته اضعاف اضعاف الحقن. انا بقى سؤالي، لان ناس كتير جدا الحقيقه عندها مشكله نقص بي فيتامين مش بس مرضى السكر، هل ممكن برضو غير مريض السكر هل ينفع انه ياخد برضو بي فيتامين كومبلكس ملجا او ملجا ادفانس؟ طبعا، لان هو بالاخر هو بيعالج التهاب الاعصاب. التهاب الاعصاب ده احنا بنقول عشان السكر اكثر شيوعا وبالتالي التهاب الاعصاب من السكر، لكن ممكن التهاب الاعصاب يجي من حاجات تانية، ممكن يجي من مشاكل في العمود الفقري بيضغط على الاعصاب، مشاكل في الاعصاب نفسها، امراض في الاعصاب الطرفيه، وبالتالي هو بيفيد الاعصاب مش بس لمريض السكر، لا اي اعصاب بيحصل فيها اي التهابات نتيجه اي امراض اخرى احنا عاوزين نمشي ندي فيتامين بي بجرعات كبيره علشان يساعد العصب انه ما يتعبش وما يحصلش المشاكل وما يحسش الالام المشكله ويبتدي يحصل المشاكل اللي بتحصل من التهاب. انا الحقيقه بيجي لي اسئله كتير في البرنامج، يعني بلاقي مثلا سؤال انا بيجي لي رعشه في دراعي في ايدي في رجلي، فاعتقد ده ليه علاقه بشكل مباشر بنقص فيتامين بي بالتهاب الاعصاب. طبعا ما انا بقول لحضرتك ان ما كانش قدامنا تولز ادوات كتيره نعالج بيها التهاب الاعصاب الطرفيه، كنا بنلجا غالبا لحاجات تدي تسكن الالام الموجوده تقلل الاعراض، لكن احنا عاوز اعالج السبب. اعالج السبب ديت بتقدم لنا قدمت لنا الحل اللي هو يساعد المريض، ادوات تساعدني اكتر اني اساعد بيها المريض علشان يوصل لحاله يحس انه يقدر يعيش طبيعي، يقدر يمارس عمله، يقدر ينام بالليل بدون الم وتعب، يقدر يرجع يشتغل تاني بدل ما كان هو مش قادر يحط رجله على الارض، ابتدى يحصل المضاعفات اللي احنا بنخاف منها من القدم السكري. يمكن لمشاهديني كمان حابه اقول لكم ان فيتامين ب مهم جدا للحرق، يعني لو ناقص في الجسم الحرق ما بيكونش مثالي، فدي مهمه جدا برضو يعرفوها. طيب حضرتك بقى تنصح ايه مرضى لمرضى السكر، تنصحهم بايه؟ اولا الاكتشاف المبكر لمريض السكر. دايما لما السكر يقول لك عالي المريض يقول لك استنى شويه، ده انا اصلا كنت اعصابي تعبانه شويه ومتخانق في الشغل، السكر عالي مش عاوز اخد دواء دلوقتي. يجي بعد سنه السكر عالي، لا اصل انا عندي مشكله في البيت هي اللي عامله لي كده، لا انا مش عاوز اخد دواء. يجي بعد فتره لا عنده التهاب بقى في الاعصاب، عنده تاثير على العين، تاثير على الكلى، تاثير على القلب، يقول الحقني اديني علاج. هي الفتره دي كلها حصل مضاعفات، لكن من اول اكتشاف السكر لو عالجنا السكر صح هيبتدي يعيش حياته بصوره طبيعيه. عالج السكر
ما نخافش السكر بالاخر، احنا مش مرض، هو بنقول داء سكري، ابتدي اتعايش معاه صح، اخد العلاج. العلاج بتاع السكر ما بيضرش، اللي بيضر مضاعفات السكر او عدم ضبط السكر، وعدم ضبط السكر على مدار 24 ساعة مش يبقى مظبوط يحل المرة الصبح يقول خلاص ما هو مظبوط وبعدين ياكل كتير، لا، انا على مدار 24 ساعة عشان جهاز التحليل اللي معاك في البيت ده لما بتحلل عدة مرات تخلي السكر ما يسرقكش. السكر حرامي بيبتدي يعلى وانت مش حاسس باعراض، لا، انت تبتدي تحلل باستمرار، تظبط سكرك، تعمل اكتشاف مبكر للمضاعفات، شوف الكلى هتبتدي تتاثر ولا لا، الاعصاب، عشان يروح للدكتور يكشف عنده. حاجه بسيطه جدا ان بادوات بسيطه وهو في العياده هيكشفوه ابتدى يتاثر على اعصابه ولا لا، القدم ابتدت تتاثر ولا لا، ما استناش لغايه ما يبقى فيه اعراض، اكتشف السكر بدري، عالج السكر صح، تابع سكرك باستمرار. ومش السكر بس، السكر بيبقى معاه ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في دهنيات الدم، هو مش حاسس، لا، عالج السكر، اظبط سكري، عالج الحاجات المصاحبه ليه زي ارتفاع دهنيات الدم، الضغط، التهاب الاعصاب، عالج كل شيء مصاحب للسكر. طبعا امارس الرياضه بصفه مستمره، ابعد عن السمنه، السمنه هي المفتاح السحري للاصابه بالسكر، مهما كان في استعداد وراثي لو الواحد ما زادش وزنه ومارس الرياضه مش هيجي له سكر. لكن سامعين سامعين الكلام ده، لو الواحد خلى باله مش هيجي له سكر او هيقل لو خسيته. يا جماعه زياده الوزن ليها تاثير مباشر على الجسم في الصحه بشكل عام، ده الباب السحري اللي بيدخل منه السكر. يعني ممكن واحد يبقى سنه صغير 15 20 سنه وعنده صحه، ودلوقتي شايفه انت الشباب كل ما يجوع يطلب دليفري، يعطش يشرب مياه غازيه، فين الفاكهه، فين الخضروات، فين الاكل الصحي، ما بيمارس الرياضه، طول النهار قاعد على النت، يزهق من النت يقعد على انا بشكر حضرتك جدا.